قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون جراء انحراف حافلة عن طريقها في شمال شرق تايلاند واصطدامها بشجرة. وقع الحادث في مقاطعة ناخون راتشايما، وكانت الحافلة تقل نحو 50 شخصا. رئيس إدارة الوقاية من الكوارث في المقاطعة قال إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها بينما كانت تسير في اتجاه منحدر قبل أن تنحرف عن الطريق وتصطدم بشجرة كبيرة.